أنا صياد إلي 50 سنة، اسمي منير حسن خميس مراد، وأبعن جد صياد ومالي راح، ملناش إلا الله، وعملنا زينقو عشان نترزق، وهي السمكات اللي بنصيدهم البريات، هذا هم هايهم اللي بنصيدهم عشان الله يبعث لنا من طعم البنت. والله يا أمران بدندن، يعني بدندن يعني إنه يا ريس عندك بحرية يا ريس، هذا كيف تبعتنا ومنهم تكسروها وولعوها ولا تصلح لشيء ولا تصلح لأي شيء، وديك واحدة كمان مولعة تبعتنا الثانية تاعت ابن أخوي، وكمان حسكة ديك مولعة، ثلاث حسكات مولعات، ولا مناش كليف إلا غير رب العالمين، هذه عملناها عشان صيادين إحنا وبنعرف مهنة البحر، باب تلاجة هو، وعملنا وضبطنا وصرنا نعوم عليه ونرمي القفاص تبعاتنا عليه. هذه جلد، هذا جلد باب زينقو، هذا باب زينقو، جبنا زلمة عشان عنده مقدح اللي يقدح ويربط السلوك تبعتها، فاهمة؟ وهذا هي بنربطينا بحبال خوف ما تفلت منين ولا من هي، وربطناها وعملناها، هي صارت يعني تودينا وتجيبنا، احنا بالضبط 11 نفر عايشين عن حسكة هاي؟ على هاي. شو اسمها؟ شو مسميها؟ هذه؟ هذه اسمها ليندا. ليندا؟